غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. ألو ألو، مساء الخير يا فندم. سعادة الكاهن الفاضل حسني، اهلا وسهلا بك. معك الشيخ وسام عبد الله. انت حضرتك عملت مناظرة في غرفتنا في برنامج البلطق، من انا حضرتك اللي كنت بدير المناظرة، وكنا كنا عاوزين نعمل مع حضرتك حوار عن الطائفة السامرية، يعني نستفاد من حضرتك معلومات وكده. حضرتك موجود الان في برنامج البلطق، لو تحب حضرتك تدخل الغرفة اهلا وسهلا بيك، او في امكانية اعمل حوار عن طريق التليفون زي ما تحب. والله انا قلت مش مستعد يعني. نعم حاليا انا قلت تعطيني خبر قبل الوقت. مش مشكلة، امتى الميعاد المناسب لحضرتك؟ هل في امكانية؟ كيف بقدر اتصل فيك انا؟ لا، انا في برنامج البلطوك. انا حضرتك الان انت موجود في البرنامج، انا مدير غرفة الحوار الاسلامي المسيحي، وانا مضاف عند حضرتك، يعني في اي وقت ممكن تبعت لي رسالة او تدخل الغرفة هنا، غرفة مسلم كريستيان ديالوج. انا ممكن اعمل لك انفايت الان، خليك معايا دقيقة واحدة كده. ما اعرفش انت على البلطوك، انا ممكن دقيقة واحدة. انا بعت لك كلام على الخاص الان، ممكن تشوفه على لو انت في برنامج البلطوك، وممكن اعمل لك الان دعوة للغرفة. انا عملت لك حاليا. انا فاهم اللي انا في الالتزامات اللي ما بقدر يعني. ما في مشكلة، اذا بدي اكون متصل معكم لازم وقت التزاماتي. لا في مشكلة. ايه اليوم المناسب والساعة المناسبة لحضرتك؟ نتفق من وقتي حضرتك مش هيكون هو حوار. انا بقدر ابعت لك خبر عن طريق المدير الحوار الثاني المحيط. طيب ابعت لي حوار حضرتك، متاسف، ابعت لي على اللي هو البلطوك. اخد بال حضرتك هنا مش هيبقى حوار او نظره، انا هستضيف حضرتك في الغرفه، وحضرتك تاخد المايك تتكلم على الطائفه السامريه زي ما كنت حضرتك عاوز تتكلم، يعني براحتك خالص عشان كلنا نستفاد، يعني ان شاء الله. ده الغرض بس، مش اكتر من كده. وتتكلم بتوضيع الفرق بين الطائفه السامريه واليهود والتوراه السامريه والتوراه اليهوديه وهكذا، يعني بدك بصوره عامه عن السامريين. نعم حضرتك براحتك خالص خالص خالص. كل انا بس هستفسر من حضرتك، وحضرتك خد وقتك كما تريد كما تحب، بس كده عشان نستفاد كلنا يعني. استاذ وسام، لما بيكون بالحوار او بالمناظره اسئله تعطي رونق او تعطي اكثر، اما بتعرف لما الحوار خد ثلث ساعه احكي او ساعه احكي يعني بتعرفوش. انا بحترمكم، بحترم شيء، لما انا بسمع انه الجانب الثاني بيقتصر باخذ او 25 او 30 دقيقه وبحكي لي على انه فلان قال هيك وفلان قال هيك وكلهم تناقض طبعاتيه. بس يعني ساعات معلش معذرة، لا ارجو يكون عندك ساعة صدر دقيقة واحدة. انت فهمت غلط، انا مش هنظرك او احاورك او اناقشك، انا هستضيفك في الغرفة كبرنامج تلفزيوني مذيع بيستضيفك، وبتتكلم براحتك عن الطائفة بتاعتك والفرق بينك وبين اليهود وهكذا. بس مش اكتر. يا اخي انت مين؟ قديش بتسأل؟ انا بحب الاسئلة، بس انه الاسئلة بتعطي المعرفة اكثر يعني بتعطي بصورة عامة للمعرفة. بالضبط كده. اما بتقول مثلا خذ احكي مش مناسب، شنو في حاجة كثير الواحد بيحكي بيكون في ممل، لكن لما تيجي اسئلة بالضبط كده، ده اللي هنعمله بالضبط. هتكون انت ضيف في الغرفة، ضيف شرف في الغرفة، وانا هطرح على حضرتك اشياء ونسمع من حضرتك الاجابة فقط، مش اكتر من كده. الموضوع مش حوار ومناظرة زي برنامج تلفزيوني بالضبط. بس بدي اقول سيادتك، لما نحن عملنا المحاورة انتوا شايفيني، انا مش شايفكم، يعني انا الصورة عندكم مش ظاهرة عندي.
لا ما انت حضرتك لا تشوف، انت لو دخلت على برنامج البلطوك هتشوف هتشوف الكلام على التكس، هتشوف الحوار كله على التكس، هتشوف كل شيء. مو شفتها دي، انا ما شفتوش ولا شفت ولا اي شيء. اه انت قصدك وصلته بالكاميرا يعني؟ انا بس بالكاميرا ما كانت ظاهر، انا كنت اجاوبكم عن غير بدون ما اشوف اي انسان يحاول. سعاده الكاهن الفاضل حسني، موضوع الكاميرا ده مش يعني غالبا معظم الناس 99% ما بيدخلوا بكاميرا، ما البرنامج بس محادثه فقط يعني، مش زي برنامج في الاذاعه، زي برنامج اذاعه، زي الاذاعه كده، مش صوره مرئيه يعني. بس انت لو حضرتك تحب تدخل بالكاميرا ما عندنا اي مشكله يعني، اللي يريحك يعني كما تحب. والموضوع ولا مناظره ولا حوار، الموضوع نستفاد من حضرتك، تبقى ضيف شرف في الغرفه، ونستفسر من حضرتك اسئله عن الطائفه السامريه، ما هي الطائفه السامريه، الفرق بين التوراه السامريه والتوراه العبرانية، وهكذا مثل هذا الكلام. فشوف حضرتك الوقت اللي راحك، احنا تحت امرك، ممكن ابقى اتصل بيك او تدخل البرنامج زي ما تحب، اللي انت تحبه انت كما تحب. طيب انا بعطيكم خبر ان شاء الله خلال يومين، انت بكون وانا مستعد. اوكي ده على بركه الله، توكلنا على الله. انا حضرتك انت البرنامج على البلطوك، انت انا مضاف عندك، فممكن تبعت لي كمان رساله او ممكن تدخل الغرفه، انا الغرفه اسمها مسلم كريستيان ديالوج الحوار الاسلامي المسيحي، ويسال علي انا اسمي الشيخ وسام عبد الله. تمام حضرتك؟ ثانيه بالانجليزي مسلم ايش؟ مسلم كريستيان ديالوج، حد يكتبها يا اخوه انا هبعتها لك، مسلم كريستيان ديالوج. انا هبعتها لك على الدقيقه واحده، دقيقه واحده هبعت لي دقيقه. اوكي انا هبعتها، انا هبعتها لك الوقت على برنامج البلطوك على التليفون اللي انت داخل بيه، الاسم اهو، وهديك الاسم بتاعي كمان اهو، ثواني هي بعتها لك اوريدي دلوقتي، ممكن حضرتك تشوفها. ايوه ايوه ايوه، وده الاسم الشيخ وسام عبد الله بالظبط كده. ماشي حضرتك ممكن تسيب لي رساله في اي وقت او تدخل الغرفه تبلغ، انا بقى موجود حضرتك تقريبا من الساعه 9 بتوقيت مكه، او بتوقيتك انت، هو نفس التوقيت تقريبا، موجود يوميا في نفس الوقت اذا ربنا اراد يعني. من 9 للشهر يعني طول الليل انا موجود طول الليل، في اي وقت يريحك انا تحت امرك يعني. اوكي هنتظر من حضرتك رد ونتوكل. متشكرين جدا ان شاء الله، في امان الله، مع الف سلامه ان شاء الله. ان شاء الله، مع السلامه. كان معانا نواه مباشرة الآن سيادة الكاهن حسني واصف، رئيس الطائفة السامرية ومدير المتحف السامري في فلسطين. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوج. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، كبير، كل قدر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله، الحمد لله، حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدرا، جل قدرا، لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا، وثيقا عميقا سماء وأرضا.